السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور دي اسمين جول. النهاردة يا جماعة هنلعب لعبة رعب. طبعا يا جماعة عايز بس اقول لكم حبة حاجات بس قبل ما ابدأ الفيديو. طبعا انتوا عايز اقول لكم على كام حاجة. طبعا انتوا اخر فيديو كنت منزله عن نيكست بوت تشيسنج دي كانت ايه، كان هو جالي تعليقات حد يعني كانوا مقترحين عليا ان انا العب بوبي بلاي تايم وبولدز بيزكس و الجزء الثاني من نيكست بوت تشيسنج. انا يا جماعه عرفت كل لعبه بتتكلم عن ايه، انا ما عرفتش هي بتتكلم عن ايه، بس عرفت انت بتعمل ايه مثلا في اللعبه، يعني بتعدي مراحل ازاي كده، وعرفت الشخصيات اللي بتاع كل لعبه. بس يا جماعه تسنيم، انت طبعا بتحبوا تسنيم اكيد يعني. ويا جماعه لو مش عارفين تسنيم يا جماعه، في تسنيم دي كانت فرد من الافراد اللي بتنزل معايا، ودي تبقى اختي بتنزل معايا فيديوهات. وانت يا جماعه لو عايز تشوف تسنيم وهي بتنزل معايا فيديوهات، حط لايك وشير وسبسكرايب. والفيديو ده يا جدعان لو وصل 20 لايك هنزل تسنيم معايا في الفيديو الجاي. وعايز اقول لكم تسنيم معمول لها قائمه تشغيل، لو عايز تشوف الفيديوهات اللي انا كنت منزلها معاها خش على قائمه التشغيل، هتلاقي القائمه اسمها فيديوهات مع تسنيم. بس وعايز اقول لكم كمان حاجه، عايز اقول لكم ان تسنيم هي اللي اقترحت عليا اللعبه دي، فعشان كده انا النهارده هلعبها. والالعاب التانيه يا جماعه باذن الله هلعبها برضو. اوكي طبعا يا جماعه اسمها سلندرينا ذا سكول او مدرسه سلندرينا. المدرسه دي يا جماعه اكيد هتبقى مسكونه. اوكي ندوس بلاي. طبعا عندنا هنا الديفيكولتي، احنا بنختار دايما الايزي يا جماعه، فليتس جو يلا بينا. اوكي يا جدعان ليتس جو. والله العظيم الدنيا شكلها والله رعب. ايه ده، ده ايه ده، تقريبا ده الباب اللي احنا ايه ده. لا 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 يا عم، لا يا عم والله ما من اولها جدعان. ايه ده، هي دي سلندرينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه ده، في حاجه هناك. اوكي ايه ده، فيوز ده ولا ايه؟ فيوز يا جدعان، ده مسمار ولا فيوز؟ احنا معانا واحد فيوز، المفروض نجمع 8. اوكي تمام، حلوة اوي يا جدعان. الشقة ظلمة جدا، ايه ده، ولا المدرسة؟ اقسم بالله ما بلمس الباب، ما بلمسوش حتى. لا يا جدعان مش من اولها والله العظيم، ما هينفع كده يا جدعان. حتى بص بصور الساعة داخلة في 11، يعني الساعة 10:30 و5 بلعب اللعبة دي عشان بس التسليم النوتي اللي قالت لي كده. اوكي طبعا يا جماعه سندرينا دي عباره عن شبح بيطاردنا. تمام كده يا جدعان، احنا معانا زيرو مفاتيح. تمام دي الفصول يعني بتاعت المدرسه، حلو تمام. كده يا جدعان نلاحظ هنا ده تقريبا الميس كانت بتقعد هنا، وبعدين بقى العيال بتقعد هنا تقريبا، وسلندرينا تلاقيها معاهم يا جدعان. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله. ايه اللي انا بلعبه ده جدعان؟ يلا مش مشكلة عشان خاطر تسنيم بس. تمام. عندنا هنا ايه، عندنا هنا ديسكات، وعندنا هنا كرسي. تمام مفيش حاجة لحد دلوقتي، احنا كل ده في الدور الاول عشان انا لاحظت سلم في البداية بيطلعنا ممكن لدور تانية. تمام. اوف يا نهار اسود جدعان، كانت هنا جدعان والله العظيم، تخض اقسم بالله تخض. انتوا يا جدعان لو شفتوا شكلها من قريب والله العظيم تخض. بس هي يا جماعه انت لو ظهرت لازم تبص وراك، شايفين يا جدعان ده الهيلث بتاعي، كل ما ابص لها الهيلث بتاعي ده بينقص، فانت لازم تبص وراك عشان حاجه سندرينا ايه تلم نفسها وما تموتناش. ايه ده الحمام بتاع المدرسه، ايه يا عم الريحه المغرفه دي. اوكي يا جدعان ده برضو، ده ايه ده، وكده الهيلز. تمام هيلز يا جدعان بناخده عشان الطاقه بتاعتنا ترجع من اول وجديد. تمام. اوكي في مفتاح لاحظتك جدعان، تحس ان المفتاح مفاتيح مستخبيه. تمام نشوف ايه هنا بقى. جدعان ايه ده والله العظيم مش عارف. تمام هنا في بوتاجاز، وهنا في مفتاح، حلو معانا مفتاحين، حلو قوي.
ومعانا هنا مطبخ، ما فيش اي ظرفة بتتفتح. ايه ده، ممكن دي تتفتح؟ تمام، اللي تحس ان عندها اوكرة دي بتتفتح. ممكن نلاقي جوه حاجة؟ لا، ولا اي حاجة جوه صراحة، مفيش اي حاجة جوه خالص. ممكن يا جدعان نلاقي هنا في الحوض اي حاجة؟ لا، احنا لقينا هنا مفتاح. خلاص كده عملنا تشيكينج. تمام، نفتح الباب ده. حلو، ايه بقى اللي موجود؟ اوكي يا جدعان، دي الأوضة بتاعت اجتماع المدرسين مثلا، والمدير مثلا يبقى عامل لهم اجتماع. تمام، على فكرة يا جماعة، انا شايف ايديها، اقسم بالله شايفها ورا اهي، اقسم بالله اهي اهي جدعان، اقسم بالله انتوا احكموا بنفسكم، شكلها بيخوف ولا لا؟ والقرص بتاعي نقص مفترية جدعان. ايه ده؟ بصوا يا جدعان، انتوا لو شفتوا، لا الحمد لله الحمد لله يا جدعان، انا لازم اخد هيلث ضروري ضروري، عشان كده ايه، خلاص هموت كده. اوكي، مفتاح كمان. تمام، عندنا كده معانا 3 مفاتيح وواحد فيوز. يا بنت يا جدعان ايه ده؟ اوكي، وان كيز يوزد، يعني معنى ده اللي كان بمسوجر او يا جدعان ايه، بمفتاح، عشان احنا ناقص مننا مفتاح دلوقتي. تمام، يعني في بيبان ما بتتفتحش الا بالمفاتيح. اوكي، مين ده؟ دبدوب جدعان، اعمل بيت دبدوب ده. اوكي، فيوز، حلو، عندنا فيوز وعندنا كل حاجة. ايه بقى؟ تمام، نشوف البيبان اللي في الاخر دي. تمام، نخش هنا، مفيش حاجة برضه. تمام، ممكن، لأ جدعان، انا عايز هيلس، انا عايز كل، اوكي استخدمنا مفتاح جدعان، لازم اخد هيلس يا عم جدعان، والله العظيم هموت اهو. احمدك يا رب، احمدك ده في الجيف الوقت المناسب، اقسم بالله. اوكي، احنا معانا الدبدوب ده، بنعمل بيه، ما ينفعش نرميه على الارض. ايه بقى يا جدعان؟ انا ما بقفلش الباب، انا هتجنن والله العظيم هتجنن. لا، انا ما بقفلش الباب، انا اللي ما بقفلش، اسكندريه اللي بتقفل. ثانيه يا جدعان، عشان انا كان في دور تحت خالص اهو ده يا جدعان، عايزين ننزله. تمام، ونشوف ايه اللي موجود، ممكن نلاقي حاجة على السلم برضو. تمام، تعالوا نشوف ايه هنا اللي موجود. تمام، ايه بقى؟ في هيلث. تمام، في ايه كمان؟ في مفتاح، حلو، نشوف حاجة في الدرجة التانية. في فيوز، حلو جدا، الأوضة دي فتحناها بمفتاح. تمام، اوكي، it looks like our 8 fuses missing in، فهمت. في يا جدعان، لا يا جدعان بقى، حرام بقى، حرام 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 حرام، والله العظيم اللي بتعمله ده. اوكي يا جدعان، احنا لازم لما نجمع ال8 fuses هنحطهم هنا. يا لهوي، دي هتبقى ليلة طويلة. تمام، نشوف يا جدعان الهيلث، منا لله، اقسم بالله منا لله. جدعان ما بقفلش الباب، الباب هو اللي بيتقفل في وشي. ماشي يا سندرين، هنشوف يا سندرين، حاسس ان حركتي بدأت تبقى ابطأ، معرفش دي. تمام، يلا بإذن الله مش هتعمل لنا حاجة. عايزين بقى نطلع الدور ده، على ما اعتقد استكشفناه ولا ايه؟ اشوف، ما فتحناش البيبان، لا مفتوحة اهي. تعالوا نطلع الدور اللي فوق خالص، ممكن نلاقي في حاجة. ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ اوكي، دور از لوك، تحسوا باب غريب شوية. ثانية واحدة، ثانية، انا في فكرة جت في بالي. احنا جدعان ممكن لما نجمع ال8 fuses نلاقي الباب ده يتفتح، عشان ايه، الباب ده كان تحت خالص، وبالتالي الباب التاني فوق خالص، تحس ان في حاجة كده، فاهمني؟ فممكن يبقى لو انا جمعت الفيوزز كلها وحطيتها مكانها زي ما شوفنا في الأوضة، يبقى احنا كده يا جماعة نفتح الباب ده. ما اعتقد بقى الفيوزز دي هتحتاج يا جدعان حتة ليلة. تمام، انا يا جدعان هقعد ابحث عبار جدعان. ايه ابحث؟ ايه ابحث على الفيوزز. اوكي، في فيوز اهو. تمام، عندنا كده 4 مجمعين نصهم، حلو، عندنا فيوز. تمام، اوكي، ثانية واحدة بقى، عشان عايزين نجمع الفيوزز دي. ممكن نلاقي هنا
احنا هنلف فصل فصل يا جدعان عشان نلاقي الفيوز. الا كده يا جدعان كده الا سندرينا هتاكلنا، هتنهش لحمنا يا جدعان. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا جدعان، انتوا شايفينها؟ هيلث بيقل، ايه الغباء اللي انا فيه ده جدعان؟ هيلث بيقل وانا قاعد مبصص لها كانها ايه ده؟ ماشي يا جدعان جدعان، انا والله العظيم انا بقالي زي ربع ساعه كده بدور على الفيوزز لحد ما لقيتها كلها. فجدعان انا نازل احط الفيوزز مكانها. اوكي تمام، نحط الفيوزز ونشوف الباب اللي فوق اللي انا قلت لكم عليه. بس انا عايز اعرف ايه ده، ما اعرفش يا جدعان برضو. اوكي حطينا الفيوزز، اتس جاست ايوه بيقول لي ان في باب اتفتح. تمام تمام تمام، الباب اللي فوق اكيد. اوكي والدبدوب ده ما اعرفش انا هعمل بيه ايه. تمام الباب اكيد اتفتح اللي فوق، نقدر نخشه. يلا بينا يا جماعه بسرعه بسرعه قبل ما هي تيجي. بسرعه يا عم، يلا يا عم، انا حركتي بطيئه قوي ما اعرفش دي. تمام تمام تمام، يلا 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 اهو اتعمل بالاخضر. ايه بقى ده؟ ايه ده؟ لا اله الا الله، ايه الصور الغريبه دي يا جدعان؟ ايه الصور دي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله جدعان، بلاش نتعمق في الصور. ايه ده ايه ده؟ كان مكتوب على الديسك سلندرينا. ايه ده؟ احط الدبدوب اللي في ايدي. اوكي حطيت الدبدوب، ثانيه بقى اعمل ايه بقى؟ ايه ده اللي ظهر لك؟ اوك تايم تو ليف ذا بليس. تمام يا جدعان، عايزين نروح لباب الخروج اللي احنا رحنا له، اللي احنا كنا فيه قبل كده. تمام تمام. لا يا شيخه حرام عليك يا شيخه، يا شيخه انت بتطلعي لي منين جدعان؟ فزعات يا جدعان. ايه ده في ايه؟ انا وقعت. ايه ده؟ يا نهار اسود جاي عليا. ايه يا عم ايه الرعب ده؟ لا اله الا الله على الشكل. ايه ده يا نهار اسود يا جدعان، انتوا فهمتوا اللي انا ايه ده؟ انا بقى ايه اللي بيحصل؟ جود جوب، ات سيمز ذات سندريناز بيرد يور لايف. انا خلصت اللعبه، بس يا جدعان انا في حاجه اكتشفتها النهايه. تمام زين، انا في حاجه اكتشفتها، الصوره اللي خدتها في الاخر دي يا جدعان كان في عيال مشطوب عليها. معنى يا جدعان ان المدرسه دي كانت سلندريا بتاخد فيها يعني بتبقى بتتعلم فيها، ويا جماعه سلندرينا قتلت كل اصحابها. والصوره هي البت اللي مش مشطوب وشها ده سلندرينا قبل ما تتحول. جدعان اقسم بالله جدعان ان اللعبه مرعبه رعب، ويا جدعان اللي بيحب الرعب زيي فانصح تجرب لعبه سلندرينا ذا سكول دي. طبعا يا جماعه وقفنا لحد هنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا السلام.